السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم في فيديو جديد من قناة فن وحس. معاكم أنا صبري، والنهاردة هاخدكم في جولة في واحد من محلات الخرز اللي موجودة في الموسكي، وهوريكم الطريق والعنوان، وهاخد دخلكم جولة جوه المحل ونبتدي بسم الله. ده خرز مدرع درس، ده خرز مربع درس، تمام. ده الخرز السداسي اللي سألتني على الخرز السداسي، اهو فانوس اهو الخرز السداسي، تمام. في فوق اهو كله سداسي وضلع، تمام. نعم، جمع البنات اهو في الوش، واحنا داخلين على المسك. ادي التقاطع الكوبري، واحنا ماشيين في الوش. اليافطة اللي على الكوبري هنمشي على طول. اهو يا بنات اسم مرور الجمالية درب الاحمر، احنا هنخش جنبيها اهي. انا دخلت الشارع اللي جنبه، هنا في بنك مصر اهو، انا هخش الجنب بتاعت الكهرباء دي، هخش الشارع اللي جنبيها ده. خش اهو الجزء جنبيها. بص يا بنات بقى، هنا لكل الناس اللي بيبيعوا الخرز والاكسسوار، الناس اللي بيبيعوا البطانه اهو. الناس بتوع الخرز ودول بتوع الركامه. هات شارع اهو يا بنات، على نصيته بتوع الكلف وحاجات. انا هنزل السليبتين كده، وهو في الشارع قلب الشارع من جوه. وصلت اهو يا بنات للمحل شركة عمر وبسملة. هحط لكم الكارت برضو اهو، والعنوان والتليفون اهو، هحط لكم التفصيل تاني. ده الفوانيس اهي، وهنا الاكسسوارات بتاعت العدلات بتاعت الاكسسوار، هي اشكال. هنا الفوانيس، صوت الفوانيس 12 جنيه الصوت. وهنا دلايات بينور لونين اهو، دي السلاسل بتاعت السلاسل بتاعت الدلايات دي ب 3 جنيه المتر. وهنا في سلاسل اعرض شويه، في هنا حلوه قوي، دست راس حاجات جميله بتتحط في الهدوم. هنا دي لو انت عايزه تشتري كيس صغير من غير ما تشتري كيس كبير، لو انت عايزه بس حبه خرز تعملي اكسسوار او اسوره او اي حاجه، تمام. هقول لك انا الاسعار كلها دلوقتي. بصي يا بنات، دي حلقات، هنا خرز ملون، الخرز الخشب اهو. هو اشكال والوان واحجام كله. هنا ده الاستراس بيتباع بالمتر، لو انت عايز تعملي فيه هدوم او حاجه. دي بكرات خيط للاكسسوارات. ده بقى دي الاقفال بتاعت الاكسسوار، ودي الفواصل بتاع الاكسسوار. نبدا بقى الخرز المحقول اهو، الوان بني. هنا خرز كبير خشب، وهنا باقي الوان خرز المحقول. بكام الخرز المحقول؟ ب 100 جنيه كيلو، ارخص من بره، وفعلا ما شاء الله الخامه كويسه ممتازه. انا موجود بكل الالوان. وهنا دي اللي انا هعمل لكم بيها الفوانيس، تمام. الخرز ده، وانا في خرز تاني شاريه قبل كده مربع برضو من هنا. هنا دي الفواصل بتاع الاكسسوارات، اكسسوارات عليها حروف صغننه. هحط لكم التليفون يا بنات لو حد عايز اي يستفسر عن اي حاجه. دي الخيوط اهي، دي الخيوط اللي احنا بنستخدمها، مقاس 80 في كل المقاسات. في هنا ده لولي بتاع الاسوار اللي احنا عملناها قبل كده، ودي فواصل برضو. دي خرز برضو خشب بس اشكال تانية.
ده خرز صغنن. اه نبدا بقى، ده الخرز ندور بس عليه تضليعه كده صغيره، شكلها جميل جدا لو انت بتعملي اكسسوار او بتعملي شنطه. هنا بقى في خرز لقيته بقى المربع الدرس بس صغنن جميل، انا مقاس 6، انا اول مره الاقيه مقاس 6 ده النهارده. في الوان منه حلوه قوي، في شفاف ومط، وفي شفاف وفي مط. بكام الكيلو؟ لا 6 كيلو ونص. بكام؟ ب 55 الكيلو. وخامة ممتازة زي ما انا قلت لكم، الخرزة بترمي معاكي الكيس كتير احسن من الخرز التاني. انا هاخد، انا عجبوني دول، انا هاخدهم اعمل لكم بيهم ودي يا روحي كده. في بقى ده خرز برضو ضرس او شفاف، كل الالوان موجوده. انت هسيب لك التليفون لو انت عايزه تسالي على حاجه قبل ما تيجي. ده بقى ضرس 10 شفاف، مش عارفه باين ولا لا. في المط اهو، ده المط بتاعه. جميع الالوان برضو موجوده، خامة نظيفة. ده بتاع الفوانيس الكبيرة يا بنات اللي احنا عملناه. وفي مقاس برضو 12 لو انت عايزة. في مقاس 12 اللي انا عملت لكم بيه الفانوس الكبير بتاع كيتش. كده الرف خلاص، هننقل بقى على المدور الشفاف مقاس 10 اللي احنا عملنا بيه الفانوس. ده الكحلي اللي انا واخداه دلوقتي، واخده اللون ده، واخده اللون ده، واخده الاورنج. بصوا فيه اورنج لونه حلو قوي، انا هجيبها واوريه في الكيس. وفي الابيض، خلي بالكم الحقوا هاتوا الابيض عشان بعد كده بيخلص. ده المط العشرة المدور في كل الالوان برضو. وفي خرز تفسيره الوان جديده برضو. بكام التفسيرة؟ الكيس ب 20. الكيس ب 20 يا بنات. هنا خرز صغير بتاع الميداليات مدور مقاس 6، وفي مقاس 8 كمان صح؟ اه 10. وده عسل وابيض. حلو قوي اللون اللي فوق. فين خرز السداسي؟ ده اهو. ده السداسي مقاس 12. في مقاس 10. وفي مقاس 10 اهو. صور من فوق. ما انا هصور من تحت الاول وبعدين هصور من فوق. بس اللون ده في لون حلو قوي اخضر تحت اهو واصفر، هوريكم اللي فوق. بس انا هصور فوق الاول. في الازرق والابيض والاخضر والكحلي. في ده بقى مقاس 8، ده بتاع الميداليات او الفوانيس اللي هي اصغر شويه. اهو بعمل لكم بالراحه المره دي عشان تشوفي الالوان كلها. المحل مفتوح طول الاسبوع ما عدا يوم، ما عدا يوم الاحد. تفتحوا من الساعه كام لكام؟ من 10 ل 10. من 10 ل 10 هحط لكم. بصي يا بنات المعلقه اللي متعلقه دي هوريكم. اهي يا بنات ممكن نعمل حاجه زي كده برده ونعلق. هنا اللعاد ايه؟ العود ده بيبقى عامل كام؟ اي عود بالظبط؟ قولي الاسعار كده. في حاجه زي كده ده اسمه كذب معلق، ده من 20. ده مرجان ده عامل 10 جنيه. ده حاجه لافر برضك ب 10. ده كذب ده عامل 18. في حاجه زي كده ده عطيه ده عامل 20. ده 20 جنيه. ودي حاجات الاكسسوار كلها. ده بيتباع بجرام. الجرام ب 30 ان شاء الله. كل حاجه الاكسسوار. ودي الحلقات والاقفال وكله. لا لا اتظبط معاه والله. ايه والفواصل الفوس لو انتوا عايزين، مش عايزين فواصل كبيره، في وصل صغيره، اكياس صغيره. كيس عامل كام؟ كيس بخمسه. كيس بخمسه لو انت عايزه تشتري حبه صغيرين بس. يا مني عليك.
بصي يا بنات، هو ده اللي بقوله لك، الخرزه الفورم بتاعها بيبقى واسع، فبتقدري تعقدي العقده براحتك، ما بتعملش كلكع معاكي غير الخرز التاني. تمام، انا برضو هوريكوا كل الالوان والحاجات اللي انا اشتريتها والاسعار، وهوريكوا الشغل بتاعها. دي بقتها الالوان خرز المحقون يا بنات، اللي عايز، ورخيص جدا على فكره، عن بره غالي قوي يا بنات. انا والله ما ليا اي مصلحه، انا كل مصلحتي ان انا عايزه اوريكم الشغل والحاجات. تمام، بكام الكيس ده؟ الكيس ب 110، وفي بره اكياس صغيره ب 5 جنيه لو انت مش عايزه الكميه كلها. والخرز ده كيس ب 70 جنيه. ده بصي حروف، ده حلو قوي، تعملي منه حصصات او دقات وتعملي منه مشروع كويس. ده بكام ده؟ ب 100 جنيه. الكيس بكام؟ الكيس ب 50. قولي الكيس عشان البيه دي بتظبط. قولوا لي بكام؟ ايه اللي ده 32 صف؟ في ده، قول. طيب قولي المعلومات. 32 صف ده 24 صف. بكام بقى وكام؟ ده 55 وده 40. ده ب 55. البقرة على بعضيها 55 و40. سعرها ايه احسن كده يا بنات؟ الجملة ارخص. والاصوات اهي بتاعت الفانوس علشان ما تبقاش ليكي حته. بينور اهو. ده مهرجانات يعني جديد بقى، مفيش محمد صلاح. ايه لا، صلاح ده انا ان شاء الله احترم. انا احترم. في صوت تاني، في صوت تاني اهو بتاع وحوية وحي. بينور لمبتين والصوت. تاني حرم من الشارع يا بنات على طول. نظرة يا بنات بقى على المحل كله علشان. السلام ورحمة الله. مين يا صغير؟ لا في حد عامل هو ده. ما كنت لسه عليك من شوية. خد ده. ايوه انا بقول لك، انا كلمتك ليه؟ كارت يا بنات اهو، اصبروا لكم عشان تشوفوه. ادي العنوان والتليفون والواتس اللي عايزه اتواصل معاهم. انا مجرد ان انا وريتكم المحل ووريتكم المكان عشان انا بتعامل معاه بصراحه، يعني اشتريت من ناس كتير، والمحل ده بصراحه انا ريحني في اسعاره وفي الخامات بتاعته. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.